الجمعية العامة توافق بأغلبية ساحقة على إدانة روسيا. القرار تبنته نحو 60 دولة وأقرته بأغلبية 141 دولة ضد 7 دول فقط، مع امتناع 32 دولة عن التصويت. القرار أكد أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة هي من تضمن السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا. أكد القرار أيضاً على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدود دولية معترف بها. القرار طلب بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. شمل القرار أيضاً أسرى الحرب من الطرفين الروسي والأوكراني، وطالب بمعاملتهم وفقاً لمعاهدات جنيف لعام 1949. القرار شدد على ضرورة وأهمية محاسبة المسؤولين عن أشد الجرائم خطورة وفقاً للقانون الدولي. نحن راضون عن نتيجة التصويت، والرسالة واضحة. لا يهم ما تفعله روسيا من محاولات لتغويض النظام الدولي والتحالف الداعم لوحدة أراضي أوكرانيا، لكنها تفشل مرة تلو الأخرى. التحالف موجود وسيبقى طالما كانت هناك رغبة في أن تنتصر أوكرانيا في جهودها، ليس للدفاع عن نفسها فقط، بل أيضا للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.